يعني اخويا تحسني ملي كتجي لهاد المستشفى كيفاش كيتعاملوا معاك؟ كلنا كنقولوا عليه مزيان. كتزانا في هاد المرة تحسني يدي غتبقى تفرقع غتفرقع لي يديا. شحال طاح ليك؟ طاح لي شحال طاح لي كلشي ما فهمتش انا. كنتي كتاخذي الدواء ولا لا؟ كناخذ الدواء مرتي كناخذ الدواء مرتي تقول لي ما عنديش واحد الطبيبة دخلت الله يجازها بخير مسكينة كتخرج كتعمر لي ورقه مسكينه كتمشي تاخذ لي الله يجازيها بخير. ملي ما كيكونش عندك كيفاش كتولي الحاله ديالك؟ ما كيكونش عندي تنقول لك لا اله الا محمد رسول الله. كنت تقطع الدواء وشي لا ما عنديش دابا غنطلع الطبيبه نقول لها عطيني الدواء ما عنديش انا جيت دابا غنخدم واسع. قسما بالله عزيزه كنعاني دابا صدقت ديت التقرير صدقت لي بلاصه بعدا باش ندير العمليه قال لي اما تقطعي يدك قال لي الوزير الصحه وقف مع الأمة محمد اللي كتعاني والله يجازيك بخير الله يرحم لكم الوالدين إلا ما وقفوا معنا خوتي حنا راه ما عندناش حنا دراوش راه ما عندناش راه كنعاني وقسما بالله باقيين غير صغيورين ماشي وحدة اللي وحدة اللي غتقابل راسها كلنا باقيين صغار أقسم بالله العظيم كنخرج مع البنات كنقول لهم الله يشافيك الله يشافيك لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الله يعزك لكم الشفاء أختي الله يعزك لكم الشفاء أختي الله يعزك لكم الشفاء يومين احنا ما عندنا الحريش خدام مرد وخصك شي ماشي معقول السادة حسنا عمرك ما هضرتي معاه انا في 20 غشت شنو هي الجمعيه ديال الصلاه؟ ما كاينش كاين جمعيه اخويا وكاين جمعيه اخويا الجمعيه ما كايناش هاد المغرب ما كاينين هاد الجمعيه هاد الجمعيه اللي تعاون معايا لا هاد الشهر خدوا ما كنتش عليك الله الله مخلصو الطابع تاع اليوم والله خدتو الطابع شكرا الدري مولي الدري عدل الله يجيب الشفاء خويا الله يهضر مع شي حل الله يرحمك والدي احنا دار لنا رحمه الله يجيب الشفاء خويا الله يجيب الشفاء ما كاينش مقطوع منذ اشهر حتى الانسان ما عندوش علاج ما عندوش تأمين اللي بيت هاد الانسان راه محتاج بزاف خصو يفكر بنفسه خصو ما يبقاش يفكر بالدواء والله بالنسبه لي راه متجاوز الظلم دول العالم الان كتبقى في الادويه ديال بالكمال ماشي كتموت بمرض السرطان تخيلوا معايا الادويه 5 شهور وهي غايبه على مراكز العلاج النهار اللي جابوا الادويه اللي وقع 5 شهور وهي غايبه عندنا وقفه جدول لمده شهر ومن بعد
الدواء ما كاينش. تخيلوا ان الدواء ديال مريض السرطان اللي هو باهي الثمن ما كاينش، حتى المهدئات ما كايناش. كيف يعقل ان هذا مريض السرطان اللي خصو يتقاتل غير مع صحتو، خصو غير شويه يعني دعم نفسي دعم معنوي باش يقدر يتحمل المرض، ما بقاش كيتقاتل مع انه يوقف ولا يدعم نفسيا، كيتقاتل مع الدواء. ويا ربي لقاه كيحس بالحضره، كيحس بالاهانه، كيحس اش نقول لكم، ما كايناش كرامه. لان هذا الانسان تخيلوا واش يجي يوقف هذه الوقفه، واش الانسان خصو يناضل على قبل الدواء؟ لا يعقل. هذا الشيء راه في الدول، جميع دول العالم مرضى السرطان كيتوفر لهم الدواء، كيتوفر لهم العلاج بالمجان. توقعات عارضه مليونيه من طرف المغاربه كتاكد ان المغرب كله خصو يكون عنده مجانيه العلاج، ولكن تمت الموافقه في الحكومه السابقه على صندوق مكافحه مرض السرطان. حنا قلنا على الاقل كاين واحد الصندوق مكتسب، هذاك الصندوق ما تفعلش، وافقت عليه سابقت عليه الحكومه السابقه، لحد الان ما يتفعلش. علاش ما يتفعلش؟ علاش حنا شحال ديال مرضى السرطان كل نهار كيموتوا نهار على نهار، كل نهار عندنا وفاه. واحد السيد قال لك بانه تاخذ واحد الدواء ب 24 فريال كل يومين، وقال لك ما كاينينش جمعيات ديال السرطان في المغرب. راه كنقول لك حنا كجمعيات. اش اخويا اخويا اش 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 هذا هو اللي قال. هذا السيد قال لك ما كاينش جمعيات، ما كاين هو ماشي من المنخرطين. هذا السيد بدا اولا ماشي من المنخرطين ديال الجمعيه. هذا السيد جينا لقينا في مراكز العلاج، ولكن خصكم تعرفوا حنا مجتمع مدني، راه حنا غير شريك كنساعدوا باللي قدرنا عليه، كيعاونونا محسنين، كنشريو الدواء اللي قدرنا عليه. تخيلوا ان جمعيه طموح للتنميه الاجتماعيه فيها 580 مريض، هذه مستفيده ماشي منخرط، مستفيد كلها. خاصك تعطيها الدواء، خاصك دير لها لاكارت ديال الطوبيس الحرام، خاصك توفر لها مثلا تاكسي تسفر. وحضرتوا معنا في التوقيع ديال الاتفاقيه، كتشوفوا شحال ديال مرضى السرطان كيجيو بالمجان. ما تخيلوش حنا كجمعيات ماشي عينا، حنا هادشي كنديرو بحب لبلادنا، بحسن المواطنه اللي كتحركنا، ولكن ما لقيناش الجهد. من اسلم الارقى انا مريض كيقول لي انا كنموت وخصني 24 الف ريال كل يوم. هذا عنده بليه 5 سنين باش شاد في يديه دابا، بس سي بليه شي. انا نقول لك انت تيبان لك 24 الف ريال غاليه، انا 48 ساعه عندي تمايا اللي خاصهم ادويه بالملايين، وعندي تما الناس اللي خاصها براواز كدير 120 الف ريال، كاين 3 مليون وكاين مليون ونص، وكل واحد تيجي يتكع لك. واش كظن ان المحسنين اللي كاينين عندنا في المغرب كلهم غادي يقضوا هذا المرض السرطان؟ راه هذا الشيء ما خصوش الطلبه والسعايه، هذا الشيء خصو دعم ديال الدوله، خصو دعم، خصو صندوق ديال مكافحه السرطان يخرج للوجود. حنا بغينا هاد مريض السرطان يعيش بكرامه، ثاني يبقى هاد مريض السرطان كيطلب وكيسحب الحكومه كيسمعوا لا من يرحمنا سواك يا ارحم الراحمين. هذه حنا كنطلبوا الاغاثه من الله سبحانه وتعالى، كنطلبوا النجده من الله سبحانه وتعالى، ومن السده العاليه بالله جلاله الملك محمد السادس نصر الله، لانه ملك الفقراء، ملك اللي كينصفنا واللي فيما كنوقفوا وكنديروا نداء كنوجهوا ليه كتم الاستجابه في اقرب الاهجان. وهذا هو طموحنا اليوم، وكنتمنى انا عارفوا الحكومه اللي جات واش فعلت شي تقارير عطات او شي حاجه عطاتها الحكومه السابقه. حنا كنشوفوا حنا شي واحد الكلمه تيقولها في شعارات الحكومه، مشات وجات والحاله هي هي، راه فعلا الحاله هي هي. حنا ما كنحسوش بتغيير الحكومه، كنحسوا بتغيير اسماء اسماء. فعلا كنسمعوا تغيير اسماء الوزير فلان والوزير فلان، ولكن الحكومات راه ما كتغير فينا والو. مريض سرطان هو هو، حالته هي هي. العذاب اللي كان كيعاني منه مريض سرطان باقي كيعاني منه في الحكومه القديمه والحكومه الجديده، وربما حتى الحكومه اللي غتجي من موراها، الا ما كانش التدخل العاجل ديال جلاله الملك نصره الله وايده. علاش 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 تم تجميد هذا الملف ديالكم؟ علاش تم تجميد؟ حنا ما عرفناش، حنا كنا فرحانين. يعني كتلقى مثلا مركز محمد السادس لعلاج مرضى السرطان، ملي كنقولوا مركز محمد السادس يعني راه جلاله الملك المهابه ديالو غير سميه المركز خاصها تخلي ان الدواء يجي عاجلا غير اجل. كانت جمعيه لاله سلمى كتقدم الدواء والمساعده، وحنا كنسمعوا بلي جمعيه لاله سلمى بقى لحد الان كتقدم الدواء والمساعده، ولكن حنا كنشوفوا المرضى كل نهار كيقولوا لنا ما كاينش الدواء، ما كاينش. يوميا دخلوا للمركز ولا لقيتوا ليتروزول، هذه ادويه هرمونيه كتخدم مده 5 سنين و10 سنين، الا لقيتوا ليتروزول ولا انستروزول اجيو عندي، الا لقيتوا مسكونتان ولا سيفريدول اجيو عندي. واش هاد الناس لا الدويه اللي باش تهمد علو الحريق، لا الدواء اللي يعالجو ما كاينش، لا غاديوثيرابي كيمشي 4 شهور و5 شهور، مع العلم ان مثلا المده اللي خاصها تكون ما بين لا شيميو ولا غاديوثيرابي ما خصهاش تباسي شهر ونص، 4 شهور 5 شهور يقدر يوصل 7 شهور. يعني واحد السيده عطاتنا قال لك عندها عام
شفتوا داكشي بوثائق ها انتما كتشوفوا. انا خليت اليوم كلشي مرضى سرطان كيتكلموا على روسهم، انا كجمعيه كنساندهم وكنعاونهم، كلهم كيقولوا ماما، ولكن الام كتوفر الحمايه لولادها، كتوفر الدعم لولادها. انا اليوم جهدي كنقول انا ماشي تغلبت لان ما عنديش دعم مادي، انا ما عمري ما خديت دعم ديال الدوله، حدي الان كنكونوا محسنين وكنخليهم يتكفلوا بالحالات باش نبينوا النزاهه والمصداقيه. بغينا هادشي. واش جلستوا على طاوله ديال الحوار ولا ما جلستوش؟ لا لحد الان ما كاينش حوار، حتى واحد ما فتح معانا لحد الان. باقي ما جاوبتينيش على السؤال، علاش تم تجميد الملف المطلبي ديالكم؟ لحد الان الحكومة السابقة هذه حكومة حالية، علاش تم تجميد الملف؟ حنا ما عارفينش لحد الان، هاد السؤال ما عندناش ليه إجابة سي مصطفى. حنا كنتمناو تتفاعلوا معنا من مورا هذه الوقفه الاعلاميه. بلاتي احسن، شوفوا انساني.